إذا كنت من جيل الألفية، ركز معي في هذا الشرح، قد يغير وجهة نظرك في تخصصك الجامعي. بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فإن الأفراد الحاصلين على الثانوية العامة لديهم معدلات بطالة أقل مقارنة بأولئك الذين لا يحملونها، وهذا منطقي طبعا. لكن بعض مستشاري التعليم يضعون الثانوية العامة موضع تساؤل، خاصة في عالمنا التكنولوجي سريع التطور. دراسة أجراها خبراء اقتصاديون في جامعة كاليفورنيا قالت إن متوسط دخل خريجي المدارس الثانوية انخفض بنسبة 12% خلال السنوات الأربعين الماضية، وبحسب الدراسة انخفضت قيمة هذه الشهادة مع فقدان وظائف التصنيع وزيادة وظائف الخدمة ذات الأجور المنخفضة. في المقابل، أشارت الدراسة إلى أن دخل حاملي الدرجات العلمية المتقدمة زاد بنسبة 18%.